ممكن تخبر الشيفس عن الصوص اللي هتكون محور ده التحدي؟ So the sauce is a representation of Norway. It's the coast and the land. So it's made from reindeer. Smoked reindeer heart. جاتني صدمة. ما اتوقعت ابداً 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 انه قلب غزال ابداً. قلب الغزال مدخن. انا بالنسبة لي هاي شيء حد عجيب. And it's very rich, so you have to be very gentle when you heat this sauce. أول مرة في حياتي أدوق شيء زي كده طعم. في آخر تحدي قبل نهايات ده الموسم، المطلوب منكم تبتكروا أطباق تتجانس مع الصوص اللي عدها شيف أسبن. هي قالت لنا الشيف منى باللي غادي نديروا طبق جاي مع الصوص لتحت، لخاطر أنا ما بغيش نقلد أي شيف ونعمل نفس الصلصة اللي عملها هو. لازم أخاطر، لازم أعمل شيء غريب ما قد عملته. عندكم ساعتين لتجهيز آخر أطباق في مطبخ توب شيف. هاي تحدي ذكي، تحدي ذوق. أما عندنا ذوق نعرف نسوي pairing مع الأكل ومع النكهات أو ما نعرف. جاهزين؟ جاهزين. أنا فايت ربحان معي وصفة هذه الصوص. وقتكم يبدأ تحدي. جاهزين لآخر تحدي في مطبخ توب شيف؟ جاهزين. وقتكم يبدأ دحين. بلش الساعتين، صحن واحد بيفصلنا عن النهائيات. اليوم آخر مرة أطبخ في المطعم، لازم أخلي الحكام يتفاجئوا بصحني. اليوم من جد حاجة مصيرية بالنسبة لي. نص نهائي مهما كانت صعبة المهمة أنا واجد لأي شيء. أنا وسما تأخذين بطموح، أنا نبي نفوز حق بعض. أتمنى أنا وتالا نوصل للفاينل. أوكي تالا، أروح سامون ولا في باس؟ سامون. لازم نسوي طبق يمشي مع الصوص اللي الشيف قدمه. أول شيء جاء على بالي إنه أنا أعمل سمك، ما ينفع أعمل طبق مكوناته ونكهتها قوية يلغي الصوص. داغر ساعدني، أروح باس ولا سامون؟ ما بعرف، يعني أنا خايف إلك لأنه طعم الصوص ما أحسه قوي. الصوص هي نجم طبق اليوم، بلشت أفكر فيه إنه أنا كيف بدي خلي قيمة الصوص مثل ما هي، وبدي أعمل كمان هويتي بالصحن. ما بعرف ليه بحس الشيف حاطط نوعين بروتين بالصحن، أنا بشتغل بالسالمون. محمد شنو فكرت؟ فكرت نعمل تالي ماخ. شفت كلمنا على الأرض والماء، بس ما قلت لازم ندير الأرض والماء في نفس الطبق، ندير مخاطرة ندير دجاج مع جمبري. أنا بروح فيجيتيريان. فيها مخاطرة. تلقاري ركز على بروتين. أنا كنت أبي أكون غير، في هالوقت ما أبي أمشي في الأمانة. يا الله لو عندي قلوب دجاج يا الله. الصوص فيها ستوك دجاج، قلب الغزال، زبدة، ومصل الحليب. أنا ما بعرف شيف إسبن شو بحط معه. هون أنا راحت الأفكار من راسي. شو في؟ شو بعطي طعم؟ فتحت البراد، شفت قدامي لحمة، دجاج، صدر البط. مش جاي على توب شيف لألعبها سيف، على خاطر. حسيت لازم اشتغل بالبط وبالفواجرا. رح احشي الفواجرا بقلب المجري، سوفيت مقلي مع الصوص. عارف انه الصوص كثير غنية والكبد البط كثير غني، خطر انه نجمعهم سوا، بس قررت انه اخذ هيدي المخاطرة لأنه أنا بنصف نهائي توب شيف. ايش قاعد تسوي؟ عم بعمل شطني مجري وصدر بط مع بعضهم. يام، داغر طبعاً عنده امتياز، عنده وصفة في الصوص. فيمكن في الأخير يفكر في الوصفة وايد ويمشي وراها بدل ما هو يسوي اللي في باله. هو بروح الشيف قال الصوص ثقيل، ليش اضيف عليه شيء اثقل واثقل؟ ذقت الصوص والطعم ذكرني بسويسرا.